صاحب القضية ممكن محمد مجدي قفشة يزور إيهاب توفيق ويدعوه لحضور حفل زفافه. جيت النهارده كافيه خان المعز عشان اعزم الفنان الكبير ايهاب توفيق، يشرفني ان شاء الله في الفرح بتاعه. نشر الفنان المصري ايهاب توفيق مقطع فيديو جمعه بلاعب النادي الاهلي محمد مجدي قفشة صاحب القضية ممكن خلال زيارة الاخير له في الكافيه الخاص بالمطرب ايهاب توفيق. قفشة ظهر في مقطع الفيديو وهو يدعو إيهاب توفيق لحضور حفل زفافه الذي من المقرر إقامته الأسبوع القادم، فقام إيهاب توفيق بتقديم التهنئة له وتمنى له السعادة في حياته بقوله ألف مبروك، هنروح إن شاء الله البلد مع بعض يوم الثلاث وهنعمل أحلى حفلة. حبيبي يا كابتن ألف ألف مبروك، وهنروح البلد مع بعض إن شاء الله يوم الثلاث وهنعمل أحلى حفلة وأحلى فرح لأجدع وأحلى وأجدع وأحرف كابتن في مصر كابتن مجدي. إيهاب توفيق علق على الفيديو الذي نشره على حسابه الخاص على موقع انستجرام بقوله شرفني كابتن محمد مجدي قفشة في الخان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألف مبروك يا كابتن مصر، الزواج وعقبال ما نشوف أولادك إن شاء الله. البلد كلها مستناك حبيبي إن شاء الله، ربنا يخليك وألف مبروك، ربنا يتمم لكم خير إن شاء الله وتبقى جوازة السعد والهنا إن شاء الله. نورني إن شاء الله. تسلمني يا كابتن، ألف مبروك. ومن المقرر إقامة حفل زفاف محمد مجدي قفشة يوم 14 أكتوبر الجاري، وسيتغيب نجوم الأهلي عن حضور حفل زفافه بسبب تواجد بعثة الفريق في النيجر، حيث من المقرر أن تسافر البعثة يوم 11 أكتوبر الجاري. بالتوفيق يا كابتن، نتمنى لك كل سعادة وكل خير وزواج مبارك إن شاء الله.